بطبيعة الحال هذه الحالات لا زلنا نسجل مع الأسف بعض البؤر زيادة على البؤر العائلية، بؤرا تضم عددا أكبر من الحالات وتهم عدة وحدات صناعية على الخصوص، حيث سجلت بؤرة جديدة بالدار البيضاء رصد بها ما مجموعه 31 حالة، فيما البؤرتان المتعلقتان بمدينة طنجة سجلت بكل واحدة منهما 15 حالة و31 حالة، فيكون بذلك العدد الإجمالي لهاتين البؤرتين 55 حالة و42 حالة على التوالي. بؤرة أخرى بمدينة العريش سجلنا بها 13 حالة إضافية، فيصل المجموع إلى 48 حالة. ثم بؤرة كانت على نطاق أضيق شيئا ما بمدينة وجدة وسجلت بها 6 الحالات.